اوكي مرحبا، معكم راني. طبعا عم نكمل في تنصيب توزيع اوراكل لينكس من اخر مرة. انا بس وقفت الفيديو وعم بفتح فيديو جديد مشان يعني في بيبقى علينا حوالي 60 ميجا بايت تقريبا. اوكي بكون ببلش يعمل يعني تركيب الحزم. كيف راح نشوفه هو عم يعمل هاي الحركة هاي. تمام اوكي، فراح ننتظر. هلا هو بس لانه على الاخر فما حبيت احسسكم انه والله عم بيصير في اي تلاعب، لانه طبعا التحميل لازم يكمل للاخر. اوكي لاجل المصداقية يعني، عرفتوا كيف؟ فراح نستنى 5%، هذول بياخذوا لنا شي دقيقتين. اوكي هاي سرعة التحميل حاليا، اوكي لا بأس بها. اوكي فإذا هاي بعد شي 10 ميجا بكون خلصنا، ما عاد في كتير. اوكي هلا شوفوا عدد الحزم الار بي ام. اوكي هي الملفات الار بي ام وبصيغة الار بي ام هي هالقد عددها، وهاي هي اللي كنا عم من او اللي عم بحاول يحمل فيها. وهلا بس نت صغير هلا بلش يركب فيها، يعني باقي شريط التقادم حيكون تركيب الحزم. حنشوف اسماء الحزم اللي حتمرق يعني. هلا بالنسبة للنظام عندنا في مستخدم بس بدك تدخل فيه، هو اسمه روت بس بحرف ار صغيرة مش صغيرة كبيرة. هذا مدير النظام، هذا له الامر الناهي السيد العام. اوكي بقلب النظام له صلاحيات شاملة كاملة، يعني مش قصدي شيء، بس مثل ما ربنا له بالدنيا كلها، هو الروت له بالجهاز صلاحيات، يعني هو القوي بالجهاز هذا. اوكي بحدا اقوى منه. تمام هلا ببلش يحضر الملفات اللي عم بدي نصبها وبلش التركيب. هاي اسماء الحزم اللي بدي اركبها هلا. اوكي رح ياخذ وقته فيها. اوكي بس تشوفوا كلمة جنوم عم بس تعليقا يعني على بعض الاسماء. جنوم هو واجهة سطح مكتب مخصوص للينكس. كلمة مثلا هون لينكس فيرموير مارة علينا، بتكون بعض السوفت وير اللي بيجي بيكون بعض الهاردوير عفوا مش السوفت وير اللي بيكون مش مفتوح المصدر بالكامل. اوكي نص مفتوح، يعني اذا لينكس حابب يستعمله بيستعمله، بس نحن بيكون عندنا جزئية بتكون هاي مسكرة بس المصنع بيعرف فيها. اوكي بس تشوف مثلا زي لينكس هذا معناها هن ملفات نستعملهم في بناء بعض البرامج، وبالاخص اللي هي بتفوت مع العتاد. اوكي مع الهاردوير. اوكي هون على الفي ام مرت علينا شيء على بناء برامج مكتوبه بالسي بلس بلس، احد الكومبايلرز اظن.
مثلا هون عم يبرع عنا VIM. VIM هو احد محررات اللي بتشرح على سطر الاوامر، مثل هون مثلا في نستعمل VI، لان هون نظامي هون عندي لينكس كمان، فبدنا نستعمل VI. VI اطلع لي محرر نصي هيك، هذا محرر نص مش دغري مباشرة بتكتب فيه، بدك تتعلم. كل مرة عم تتغير هالجملة. اوكي، انا مثلا هون دوم ثيمز برأوا مثلا انه الاشكال تبعت سطح المكتب كيف ممكن تكون. كيرنل موديولز يعني هن الدرايفرز، هن مثل التعريفات تبعت الاعداد. طبعا انه هون جهاز وهمي، ففي تعريفات بس على اساس جهاز وهمي يعني. يعني العملية ما رح تطول كتير تكونه، انه عم نحكي صرنا ب 800 حزمة. اوكي، بعد في اخر تقريبا اخر ثلث. اوكي، سيل لينكس هاي اختصار للسكيورتي انجن فور لينكس. يعني هذا منه كمان بتعمل نوع من التأمين العام على النظام. اوكي، تحط امان عام على النظام، سياسات استعمال للجهاز. اوكي، events مثلا عندنا هون، وكوبس مثلا هدول. اوكي، وسين، كل هاي برامج سطح مكتب. اوكي، كوبس بتتعلق في سيرفيس او خدمة الطباعة. اوكي، في عندنا مثلا الايفنتس هو قارئ ملفات PDF. اوكي، يعني في كتير برامج. اوكي، نفسها هي بنلاقيها هون على سطح دبيان. طبعا انا عم شغل في ام وير عندي على نظام ديبيان، وعم شغل نظام تاني اسمه اوراكل لينكس. يعني لينكس عم شغل حاله مرة تانية، ديبيان هو كمان نظام لينكس. هاي ان ماب مرقات اللي هي مثلا تستعملها لفحص السيرفر شو الخدمات المفتوحة عليه مثلا. سا مايكرو كود، هون عندنا شيء بيتعلق في المعالج، بينزل من انتل، هذا شركة انتل. اوكي، هذا كمان شيء مهم، بس انا مش كثير داخل في هذا الموضوع، بس هذا بيتعلق في المعالج تبع الانتل بخصه، يعني شيء له علاقة بالهاردوير وبتصحيح بعض الامور. اوكي، انا سبيان احنا خلصنا يانا يعني بال 1315 نص من 1365. اوكي، عم ركب خطوط هلا فونت كل شوي. مان بيجز، صفحات الدليل، تكتب مان واسم الامر. يعني مثلا اوكي والله بدنا نعمل مثلا مان في اي مثلا برنامج في اي. اوكي، طبعا انا مش رح اعلم لينكس بالكامل هون، في انا شارح بقناتي توزيع الدبيان، فالامور العامه في لينكس من سطر اوامر. اوكي، راح شو اسمه راح تلاقوها موجوده. اوكي، هلا هون عندنا بانظمه اوراكل او سنتوس او ريد هات، كلهم هذول انظمه ريد هات بشكل عام. اوكي، وفي دورا استعملوا برنامج اسمه يام، مشان هيك انا عم بفوت على yum.oracle.com اول ما بلشنا. اوكي، هذه yum.oracle.com. يام هو برنامج بيساعد على سطر الاوامر انك تركب هاي الروابط. اوكي، في امر اسمه يعني تصير تكتب
شي يوم كونفيجر ريبوزيتوري او يوم اد ريبوزيتوري. المهم اوكي بتصير بعدين بتقدر تزيدهم هدول الروابط اوكي، وبعدين يوم كمان من خلاله بتصير تكتب يوم انستول، يوم كل فراغ كلمة انستول فراغ واسم البرنامج بدك اياه عن طريق الانترنت بسبب الروابط اللي احنا حاطينها هون اوكي وركبناها للنظام، بتصير تحمل منها الحزام اوكي. هلا انا انسان ما بستعمل كانسان كراني يعني ما بستعمل كتير ريد هات، كنت استعمله وانا صغير وما كانش في يوم لسه اوكي. فكرة اليوم او فكرة تنصيب الحزام الاحدث ومعرفة شو المطلوب بهاي الحزم من اعتماديات الديبندسيز، هاي الفكرة اصلا موجودة اول ما طلعت في نظام ديبيان اوكي حسب علمي يعني اوكي. فبالتالي صار طولت هالعملية دخلت على انظمة ريد هات اوكي. فأنا هذا السبب اللي بستعمل فيه دبيان أكثر ما بستعمل فيه ريد هات أوكي. هلا ريد هات صاير أكثر بفوت أسس المؤسسات الكتير كبيرة أوكي، هيك هن فايتين أوكي، مع إنه بالآخر مش ملاقي هالفرق غير طريق بس وين بتحط إعدادات للبرامج يعني ما شايف إشي زيادة. وبعدين بالنسبة لي لما تستعمل ريد هات أو أي نظام من ريد هات راح يضيعك من وين تجيب البرامج والمستودعات، يعني كل واحد حيجيب له هلا بعدين بدي انزل كم برنامج ثانيين مش موجودين براكل بجيب مستودعات من برا حتى يركبون عليه اوكي. هلا هون عم بيعمل كونفيجريشن افتراضيه للحزام اوكي، لانه بيجي معها بقلب كل حزمه بقلب كل فايل الحزمه هون اللي عم نحكي عنها هي ملف بصيغه ار بي ام، كل ملف هون بيجي معاه شفرة برمجية سكريبت معين بيساعد على التحكم وين ملف بعد تنزل، بالإضافة إنه شو ملف الإعداد بالافتراضي لازم يكون. هلا هون عم ببلش يعمل النظام كله شغل حط كرياتنج انت رام اف اس هاي هون، هلا بلش يركب النواة اوكي، يعني صار في عندي نظام هلا تمام. انت رام اف اس يعني انيشلايز الرام، رام الذاكرة تبع الكمبيوتر بيعمل منها شو فايل سيستم اف اس بيعمل منها بارتيشن اوكي، خ صغيرة هيك شيء كم ابو كم ميجا بايت مش كتار يعني اوكي، مش عم نحكي بالجيجا بايتس عم نحكي بالميجا بايتس اوكي، يعني عم نحكي بشيء ده واحد او اثنين يعني بتعداش العشرة ميجا يعني مش كتار، هدول بس هيك اول شيء عشان يقلع النظام اوكي. وخلق لنا مستخدمين وبلش بوست انستول سكريبت. هلا انت اذا استعملت الفلاش ديسك تاعتك وكنت عملت ديسك لتقلع منها حقيقي يعني على الحديد اوكي، بتعمل بنعمل ريبوت وتشيل الفلاش مش تخليها تمام. احنا عندنا هون الفي ام وير لحاله بيطفي السي دي اوكي، ملف الايزو هو سي دي عرفت كيف فبيطفي. فبنعمل هلا ريبوت اوكي، هو لحاله هلا بتلاقيه قلع على الاوراكل ما قلع على هذا، هي طلعت لك الاوراكل كليك بس انتر اوكي. هلا سطرين انتم شفتوا السطر الثاني هذا هو اذا صار في مشكل في النظام معش اقلع معش بتفوتوا عليه وبتفوت بحساب الروت وبتبلش الشغل اوكي. هلا عم نستنى بس انه شيء انه يقلع الواجهه اوكي، شيء ناقص بالرام هون في شيء صار اوكي، لانه قلعت الواجهه شوي هلا بشكل عم ترجع تقلع من جديد اوكي. اوكي هلا لايسنس انفورميشن بتقول لك لايسنسنج واللايسنس نوت اكسبتد، بتعمل هيك وبتقول اكسبت ذا لايسنس اوكي. تحت هون ننزل شوي لانه مش مبين يمكن او دون هي فوق دون اوكي، وبعدين بتقول له فينش كونفيجريشن انتهاء من التنصيب او من الاعدادات عفوا الاعدادات. هلا ببلش يقلع الواجهه الرسوميه، شايفين مكتوب فوق براس الصفحه اوكي
يا ستارتد اجنور ديسبلاي مانجر، بلش الواجهه اشتغلها وخلصنا. تمام، هلا باجي انا بكبس على الاوراكل هون وفوت بكلمه سري وهي واحد، الرقم واحد حطيناها واحد، احنا هيك اتفقنا، انت حط اللي بدك اياه يعني مش مشكله. ساين ان، بس طبعا بالشغل الحقيقي بدك تقصي الباسورد تبعتك، حطها مخلوطه بين احرف كلمات وحتى حد اخذ دخل حرف الات والهاشتاج وهذه الامور. طيب هلا عندنا طبعا كونه سيرفر لازم تثبت اي بي تو، ف راح اعمل هيك وايرد كونكتد. اوكي هلا هون بدنا نمشي مع الاعدادات، خلينا نمشي مع الاعدادات ما عليه. اوكي هلا نحن وين؟ ويلكم الواجهه خليها بالانجليزي. ايوه انا هيك بفضل، انت حر. الكيبورد بتخليه انجلش يو اس. اوكي وشو بعد كمان؟ وأرابيك، بدك أرابيك كمان مع كويرتي. اوكي هي زاد الانجليزي فوق. طيب نكست. ما عندي لوكيشن سيرفيسز. إذا موصول على الإنترنت ما بحاجة أربط على جوجل وهذا عشان إيميلات وما أعرف شو سكيب. و start using Oracle Linux. أوكي هلا لسه بدنا نتأكد بس شوي بالنسبة للعربي. هي نزل هلا show keyboard layout. هلا بس كمان في إعدادات البسيطة التافهة تبعيت تفتح مكتب، فوت نكبس على اكتيفيتيز، بتطلع تنزل هون، هي حتشوفوها السؤال الدم، هي انا ما بطيق، كل شوي بدك تكبس اكتيفيتيز، تنزل على هاي تفوت على هاي. اوكي؟ في طريقة مثلا تكتب اسم التطبيق أو شيء ما بعرف، أنا مش معود عليه كثير الواجهة. اوكي؟ أنا ما بستعمل كثير طريقة ردها، بس أنا بس كل همي شغل أوراكل، وأنا بستخدم لينكس كسطر أوامر أكثر من أي شيء. اوكي؟ لأني أنا سيستم أدمنستريتور فما بيهمني كثير الواجهات، مش هالدرجة، حتى لو حسيت في بعض الأحيان إنه في اهتمام تركيزك اكثر بكون كسيستم ادمن على سطر الاوامر. فبنكبس السيتنجز هيك. اوكي هلا هي عم تفتح. هلا هون بننزل نحن كنا بدنا على الريجون لانجويج. اوكي نحط على الاوبشنز، بس هيدي بدي احطها فوق كانبوت سورس اول شيء، والاوبشنز كمان كيبورد شورت كاتس. اوكي الترناتيف سويتش تو، في عندك تكبس الالت شيفت مظبطه، انا هاي اللي بدي اياها. هلا كمان عشان ما تزعجني بس مبدئيا بفوت على الباور، خلينا نتاكد، ولوك سكرين. بدي لوك سكرين، فينا نعمل بحث عن لوك. ايه برايفسي لوك سكرين، بدي اطفي لوك سكرين عشان ما تضلش تسكر بوجهك كل شوي. اوكي بس طبعا لما تكون بشغلك بدك اكيد تطفيها. اوكي والنوتيفيكيشنز خليها مش مشكله، التنبيهات. تمام هلا اذا عندك واي فاي اظبط الواي فاي تبعتك، انا ما عندي واي فاي حاليا، احنا عم نستخدم كارت شبكه العادي. فبنعمل هيك ونروح نثبت الاي بي على اي بي معروفه، بنكبس على الوايرد كونكشنز وايرد سيتنجز. اوكي تريك كون خلينا ناخذها، خليها على 108 زي ما هو عاملها، راح نسخنها. كونكت اوتوماتيكلي اكيد، بس اي بي فيرجن 4 ما بدي هذه اس بي، يعني ما بديها تاخذ عنوان اي بي من الراوتر، يعني هذا الرقم هاد ما يعني هو عنوان الكمبيوتر بصير، احنا حنصير نستعمله وندخل عليه من برا، كي يعني من الواجهات، من يعني هاي واجهات دبيان هون، فانا سنستعمله كي فراح نحط له اي بي مانيوال. اوكي الادرس نحط هذا الرقم، نحط 255.255.255 اذا كان بده طريقه ال، لا مزبوط. الجيت واي عندنا هو هون 192.168.168.255.
1.1.2.5.4 اوكي. الدي ان اس مش اوتوماتيك، راح اثبت الدي ان اس تبعته، ما راح اجيبها من الراوتر، بس حط 8.8.8 بس بتكفي اوكي. وبعمل ابلاي سكيورتي. ايش شو عم بحكي؟ هلا هي شيء ثاني اوكي، اذا بدك تفوت بكلمه سر او شيء على 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 سيرفر راديوس هون تمام. و ايدنتيتي ها اسم ال الحمد لله. وبعدين كمل هون هسه نقول له ابلاي ماشي. هلا اذا طلب مني كلمه سر روت والله ما بعرف تمام. فينك بس على اكتيفيتيز ارجع مره ثانيه هون للسيتنجز. طيب هلا انا راح اعمل بينج لل 108 شي كمبيوتر هون بينج، هذا من كمبيوتر الدبيان على كمبيوتر الاوراكل. هي عم بيرد عليه خبر، اذا ما في رد خبر بيكون غير هذا غير شكل هالجمل هاي يعني الشكل العام، يعني مع الرقم اللي هون هذا الرقم بس الرقم بيختلف بس الشكل العام هو واحد تمام. هلا ما تحط انت 108 كيف جاي عندك بتاخذها اوكي وبثبتها وخلص هذه لإلك. هلا كمان خلينا نتاكد من الاس اس اتش، اذا اقدر افوت على الجهاز اس اس اتش فبعمل اس اس اتش اوراكل ات 192.168.1.108 اوكي. هيا فينا نفوت اس اس اتش خلص، اذا صار فيني فوت اس اس اتش يعني صار فيني من بعيد بدون ما افتح هاي كل شوي اوكي. حط واحد وبفوت تمام. هي دخل، اذا ما دخل بضل، اذا ما دخلت الباسورد حيضل يسالك يعني انه عبي لي الباسورد يعني هاي الاسئله الملفات وكذا اوكي. يعني هلا اذا انا مثلا من هون اوكي بس عشان تحسوا بطعم الامور، اولا بدي التيرمينال من هون، راح افتح فايل فاضي بس بالتيرمينال تاتش لانه خلينا بس ناكد لكم شغله انه هون هلا عملنا سرد اوكي ما في شيء تمام. انا فايت على الجهاز هذا اوكي فتاتش امتي اوكي تاتش امتي بتفتح فايل فاضي اوكي. هاي الاسئله الامتي هلا بعمل انا الاس من هون، هاي الفرق شفتوا الفرق نفس المحتوى اوكي على الاي بي تبع الكمبيوتر فايتين على عنوان نفس الكمبيوتر يعني شو. هلا المهم هيك احنا صرنا شو نسبيا جاهزين. بيبقى علينا نبلش نعمل اعداد ل ال داتابيس سيرفر تمام. هلا اذا راح اتاكد كمان من شغله انه اذا عملنا اعاده تشغيل للجهاز اوكي انه بيمشي الحال تمام، انه بتضل الاي بي ثابته، هذا جدا كمان مهم نتاكد منه تمام. فاذا راح نعمل هيك ونعمل له ريستارت، وفي واحد قال لك ريموت، مين هو الريموت؟ هي شوف عشان تتاكدوا انه واحد متصل من برا، هلا بعدين بعد شوي بيقطع لحاله اوكي. هلا شوفوا بيقطع لانه عملنا اعاده تشغيل هذا الجهاز، فهيك بتتاكد انه في اتصال عشان تفهم انه الاتصال شو هو يعني. شايفين كيف؟ كونكشن كلوزد. الاتصال لهذا العنوان وقف، بس عم بيعمل ريبوت هون الجهاز.
هي عمل إعادة تشغيل. هذا السطر الثاني اللي شايفينه هون، ثاني هذا عشان تعمل ريسكيو، تعمل زي إنقاذ الجهاز في حال صار عندك أي مشكلة. تكبس إنتر على السطر إذا في حال إنك كبست على لعبت فيها زي ما لعبت فيها أنا. الإشارات تبعت الكيبورد، إشارات اليمين واليسار وفوق وتحت، إنك هي تلعب فيها. وهذه أصلا قائمة إقلاع نظام لينكس. يمكن يكون عندك في ويندوز نفس الوقت مشارك نفس الهارد ديسك، تصير تستعمل نفس القائمة. واحد ما تفوت روت مطلقا، ما تفوت روت لو شو ما كان، بتفوت روت من التيرمينال. اوكي كيف يعني؟ بس للاعدادات، اكثر من هيك تفتحش الروت، يعني هي لازم يكون عندك اياها عادي في نظام لينكس. حتى في ويندوز انت اصلا مش لازم تفتح ادمنستريتور في الجهاز، بس وقت الصلاحيات عندك المستخدم عادي. مشان هيك في كثير ناس بتصابوا بتروجنات الفديه اوكي، او بفيروسات الفديه اوكي. اللي فاتح جهازه على مصراعيه اكيد هذا، اكيد اي واحد بفوت على الجهاز بيعمل بده اياه اوكي. فهاي صار عندنا الاكتيفيتيز هذول. هلا صار لازم نبلش نحضر اوراكل تمام، داتابيس اوكي. فراح نوقف اليوم اوكي. راح اترك التحميل تبع الداتابيس ينزل 2 جيجا تبع الداتابيس، حكينا لكم عنه لاحقا. وبعدين اذا انت كيف بدي اقول، حملت ال RPM تبع الداتابيز اوكي، كل المطلوب منك تعمله هو الامر التالي. مثلا انت نزل عندك هلا فوتنا سي دي داونلودز، افترض انت من هذا الفولدر داخل اوكي، ماشي انت بهذا الفولدر، هي عملنا سي دي داونلودز حتى فتنا عليه. طيب هلا انت الفايل نزلته بهذا الفولدر مثلا اوكي، بتيجي انت شو بتعمل؟ بتعمل اس سي بي من لينكس اوكي، او بتستعمل فايل زيلا، في برنامج اسمه فايل زيلا اهون اذا انت عندك ويندوز وعم تستخدم ويندوز اوكي. وين الانترنت؟ اوكي في هذا فايل زيلا، وينه؟ اه يا هذا هو اوكي فايل زيلا تمام. هلا فيك تستعمل امر اس بي، الاس بي هتبدا لكم على الطريقتين. الاس بي بتنسخ عن طريق الاس اس اتش، يعني بتعمل اس بي اوكي وبتقول له الفايل الار بي ام، مثلا فايل خلينا نسميه مثلا شيء، مثلا ناخذ اي فايل، بس عم بعطيك مثال ثندر بيرد مثلا 60، هذا فايل بدي ارفعه، بس انت ما تعطى الهم، وبدي ارفعه لعند مين؟ لعند المستخدم اوراكل الموجود على at 192.168.1.108 على الـ IP هاي 192.168.1.108. وعي فولدر تحط نقطتين فوق بعض بتقول له على سلاش هوم اوراكل تمام، على المجلد الافتراضي تبع دخول اوراكل على النظام. يعني انا لما بدخل على النظام هون اوكي، هي بس اعمل اكتيفيتيز اروح هذا اوكي. المجلد الافتراضي اول ما افتح الطرف فيه هو بي دبليو دي، بي دبليو دي هو سلاش سلاش اوراكل سلاش كوم، يعني حيحط لي اياه بالمجلد تبعي. يعني انا راح احط لي اياه هون كانه بفتح انا اول شيء الفايلات، وين حيحط لي اياه؟ حيحط لي اياه على الهوم، شفتوا كيف؟ حيحط لي اياه هون. فانا راح نشوف هلا بس مثال اوكي، هاي اوراكل بطلب مني كلمة سر اوراكل اوكي. وهي عم ببلش ارفع عليها، هو بس في قصة بطء لانه بسبب الرامات اوكي. هلا هون نفس الفكرة، بدي اجي ارفع الفايل، هي بعمل هيك واحدة من هون وبقول له والله نيو سايت، وبسميها هذه الهوست 192.168.1.108، وبقول له الفايل ترانسفير بروتوكول هو اس اف تي بي اوكي. بدك تحطه هيك اجباري، حطه الاوراكل، حطه الباسورد 1 وكونكت اوكي. وبتقول له اولويز تراست، تكبس على الاولويز تراست، تعمل هيك وبعدين ترفع اي فايله، بس رفعنا هذا الفايل
هاي الفايل فايل بالداونلودز نزل. مهم بستعمل تتصفح هذا الفايل هون لنزل الداونلودز ترك هي تمام. اعمله ديليت ليه بس عشان افرجيكم انه دخل بالداونلودز هي اللي عليه. بس امحيه من هون يا بمحى من هون يس كيف فولدر زمتي لانه محى. انا عملت هون كانسل انا كنت على اساس بدي امحي من هون بطل رح بدي امحي من هذيك الجهه من برا واضح. ف ادي فبتلعب لعب فيها الموضوع اوكي. فانت ملف الار بي ام بس تحمله بدخله هون دخله جوا اوكي بالطريقه اللي بتحبها تمام. نراكم سلام. نكمل بعدين تنصيب اوراكل الداتابيز 19 سي لاحقا في حصه اخرى.